بتاعت المستشار؟ لا انا مش مستشار. طب امير سلم. طب عرف نفس حضرتك. امير سلم المحامي. طب حضرتك شايف ايه النهارده في الوقفه وجاي ليه؟ انا جاي لانه طبعا قلبي مفطور على الشباب الجميل اللي ذبح ذبحا يوم الحد عند ماسبيرو وعكس ما هم بيقولوا. لا انا رايي ان في مسؤوليه جسيمه وخطيره جدا جنائيه على التلفزيون المصري وعلى وزير الاعلام وعلى الطاقم اللي اذاع انه الاقباط بيهاجموا الجيش وعملوا عمليه تحريض ما بين المسلمين والمسيحيين غير مبرره وغير حقيقيه. وبعدين في النهايه انا كمحامي جنائي بقول مهما قلت عن ان احنا قتلنا ما قتلناش انت في النهايه مسؤوليه كامله على انك انت تنزل مدرعات في وسط ناس مدنيين مفهوم كويس قوي ان هذه المدرعات سواء بقصد او بدون قصد ممكن تؤدي الى انها تدهس المواطنين. يعني تخيل لو احنا واقفين النهارده كده في ميدان طلعت حرب في هذه الوقفه الحضاريه السلميه وبعدين نزلت مدرعات طبيعي جدا انها ممكن تخبط في البني ادمين. ففي القانون حاجه اسمها بيقولوا مسؤوليه المتبوع عن فعل تابعه. فانت يا رئيس الشرطه العسكريه انت المسؤول انك سمحت بوجود هذا النوع من المدرعات تنزل في وسط المدنيين ناس واقفه زي اللي واقفين على الرصيف هناك وزي ما احنا واقفين كده. تخيل فجاه نزلت مدرعات وراحت داخله في وسط الناس هيؤدي في النهايه اصابه قتل الى اخره. فمعلش احنا اسفين جدا. المجلس العسكري والشرطه العسكريه مسؤوله مسؤوليه كامله عن انها تسوي بني ادمين مسالمين ابناء هذا الوطن شرفاء عظام شالوا تحرر مصر من الخوف في ثوره عظيمه شالوها ورفعوها لفوق. فاذا بيك انت بتدهسهم على الاسفلت. ما تقوليش انك مش مسؤول. ما تقوليش اصل في عسكري نط من المدرعه وواحد نط سرق المدرعه. يعني ده كلام عيب 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 ويعبر عن ضعف في الحجة أمام أدلة قوية جدا وقاطعة بمسؤوليتك الجنائية. فيش هزار في دوت. شكرا.